أن تكون السجون، السجن اللي في الشرقية، السجن اللي في جدة، السجن اللي في الرياض، السجن اللي في عسير، السجن اللي في القصيم، على هيئة فنادق أو على هيئة سجون يعطى السجين حقه أو أن تطبق عليه الأنظمة، فهذا غير صحيح ولا صلة له من الواقع. بل هذه السجون سجون قمعية، سجون وحشية لا تمت للإسلام بصلة. وبكل أسى نقول أيضا حتى النظام يمنع من ذلك، ولكن لا يطبقون النظام. كما قلت لك بدء الاعتقال ما يطبق في النظام، فما بالك ما بعد الاعتقال. نحن نعرف إلى الآن أن بعض الأخوة في السجن لو 5 سنوات إلى الآن ما تصل على أهله. بأي شرع هذا وبأي نظام؟ هذا لا يمكن أن يقر أبدا من حيث الشرع وباطلا من حيث النظام. النظام يفرض أن المحاكمة تقام في بلد المدعى عليه، وعامة الأخوة يحاكمون في غير بلادهم، ومن حق المدعى عليه أن يرفض حتى تقام المحكمة في بلده. وبالتالي من حق السجين، من حق الرجل الذي يحال ويحول على هذه المحاكمات أن يرفضها جملة وتفصيلا، لأنها مخالفة للكتاب وللسنة ولإجماع العلماء، ومخالفة للأنظمة العصرية، فبالتالي تعتبر باطلة وأحكامها باطلة. ولذلك كتبت في هذه المحكمة 70 وجها في رفضها، وذكرت 12 وجها نظامية يقضي ببطلان هذه المحكمة كناحية نظامية، وذكرت أكثر من 50 وجها كناحية شرعية. فمن يريد النظام فهذه المحاكم من حيث النظام باطلة، ومن يريد الشرع فمن حيث الشرع باطلة بالإجماع. وأين اللي يتحججون بالنظام ويتكثرون بالنظام ويتبجحون بالنظام ويتكثرون بالأنظمة العالمية وبالبنود العالمية؟ هم ما طبقوا شيئا من هذا. حتى الإجراءات البدائية التي تتخذ للسجناء هي إجراءات غير إنسانية، إجراءات مخالفة لحقوق الإنسان ومخالفة لما أمر الله به في الإسلام. أنا ما أتكلم عن فراغ، أتكلم أولا عن خبرة وتجربة دامت 9 سنوات. أنا واحد من المعتقلين بقيت لمدة 6 سنوات وبضعة أشهر محرومة من زوجتي، ونقل من بلد إلى بلد. أنا من أهل بريدة، اعتقلت الرياض، ثم من الرياض للشرقية، ثم من الشرقية للرياض، ثم من الرياض للقصيم، ثم من القصيم للرياض، ثم جاء الفرج من الرياض، ثم من الفرج في الرياض حولت للقصيم، صار الخروج من القصيم. عمليات هذه لا تمت للإسلام بصلة. بقيت في الشرقية 10 أشهر و10 أيام بلا زيارة وبلا اتصال. أي مسمى هذا؟ بقيت 7 سنوات في الحبس لا أقيم جمعة ولا جماعة، لأني معزول عن العالم الخارجي، مع أن النظام لا يسمح بهذا. النظام في خلال 2 شهر ينهى التحقيق، وإذا رأى المحقق المصلحة للتبديل إلى 6 أشهر في النهاية، ثم بعد ذلك إما أن يحول المحكمة وتثبت عليه التهمة أو يفرج عنه. أنا بقيت كل هذه المدة بلا محاكم، يذهبون عن أشخاص يبحثون عندهم عن معلومات عن السجين، هم يعتقدون بلا شيء واضح، لأنهم يعاقبون على قدر الغضب لا على قدر الذنب، لأن عامة الأخوة ما عندهم شيء عندهم، لكن يغضبون عليه ثم يسجنونهم، ثم يبحثون عن مبررات للسجن.